قديه مهم لإلكن الموعد الأول والحبيب المتوقع؟ قديه مهم إنه تكونوا حذرين بشو بتقولوا لإيجاد الانطباع الأول؟ الإجابة. أنا ساندرا منصور and this is Love and Lies. بحسب علماء النفس لازم تتجنبوا بعض المواضيع اللي بتأدي لإحراجكم والتعليقات اللي بتأدي لعدم ارتياح الشريك. إليكم ما يجب أن تتجنبوه بالموعد الأول. لازم تتجنبوا مناقشة العلاقات السابقة والشركاء السابقين. التركيز على الشريك السابق بيخلي الشريك الحالي يحس إنه أنتوا ما خلصتوا من الماضي. المواضيع المثيرة للجدل، من الأفضل تجنب مناقشة الدين، سياسة وقضايا أخرى بتشكل تقسيم. هيدي المواضيع ممكن أنها تؤدي بسرعة إلى تناقضات وخلق توتر. التعليقات السلبية، تجنبوا التعليقات الشكاوى بشكل مفرط أو القيام بتعليقات سلبية عن حياتك، وظيفتك وجوانب أخرى. التفاؤل يعد أكثر جاذبية بالموعد الأول. الأمور المتعلقة بالعقد الشخصية، يعني ما تخبروا عقدكم بالفيرست ديت. من الممكن أنه تشاركوا بعض الضعف، بس تجنبوا إرهاق الشريك بالموعد الأول بالشكوى والتردد الشخصي والأمور العاطفية العميقة. النكت غير الملائمة، النكات الغير ملائمة أو الفكاهة الجارحة اللي بتستهدف المواضيع الحساسة يمكن أنها تكون مزعجة، مش يمكن، أكيد. عدم مشاركة التفاصيل الحميمة، بالوقت الحالي ما تشاركوا كتير معلومات، خلوا المحادثة حول وظائف الجسم والتجارب الحميمة وتفاصيل شخصية أخرى لوقت لاحق بالعلاقة. المصاري، ما حدا يحكي بالمصاري، دخيلكم ما حدا يحكي بالمصاري. لا وضعك المالي، ولا قدي بتقبض، ولا قدي عندك بيوت وأراضي وسيارات، وكيف بتصرف مصاري. منفضل كلنا أنه تركزوا على التعرف على بعضكم كأفراد. خطط المستقبل، أوقات من المقبول أنه تناقشوا التطلعات والأحلام، بس تجنبوا التحدث عن خطط مستقبلية طويلة الأجل مع شريك قصير الأمد. الكومبلمنتس المحرجة والمكثفة خاصة على المظهر الجسدي بتخلي الشريك مش مرتاح. تجنبوا تحكوا عن نفسكم أغلبية الوقت، اظهروا اهتمامكم الحقيقي بحياة الشريك وتجاربه. ما تكونوا انتقادية وبشكل مفرط وعلى كل شيء، كونوا منفتحين ومحترمين. تجنبوا إحضار الماضي للحاضر، مناقشة الأخطاء والندم على الماضي بالتفصيل الممل. الموعد الأول هو فرصة لخلق انطباع إيجابي بدل من التركيز على الجوانب السلبية. تذكروا أنه الموعد الأول هو فرصة للتعرف مش للتفارق. كن نفسك وكون مهذب.